شهد مهرجان حوران للتسوق في مدينة بصرى الشام بريف درعا إقبالا جيدا مع تنوع العروض والتخفيضات على معظم السلع والمواد، إضافة لافتتاح جناح خاص لألعاب الأطفال. شيء رائع والحمد لله، الله يديم الأمن والأمان والكل مبسوط الحمد لله. فعالية حضارية بالنسبة لبصرى، بنشكر القائمين على المهرجان، نشكر أهالي بصرى على حسن الضيافة. أنا جيت من مدينة درعا طبعاً لأحضر المهرجان الحلو كتير اللي عم بصير بمدينة بصرى، وطبعاً عم نشوف افتتاح الكثير من المحلات والمهرجانات والعروض الجميلة. المهرجان ما شاء الله شوفت عينك، يعني في إقبال كبير على المهرجان والناس كلها مبسوطة بالوضع اللي احنا صرنا بيه، الحمد لله رب العالمين الأمور تمام. هون بالمهرجان بتلاقي شو ما بدك، يعني كل شيء موجود. يعني من أهالي الشام اجتنا دعوة للنبي مهرجان بصرى الشام، والحمد لله الأقبال حلو من أول يوم. نشكر الإدارة هون أهل بصرة بشكل عام على كرم الضيافة والاستقبال اللي استقبلوا. عاملين عروضات اليوم 50% على أدوات كهربائية، برادات، غسالات. عندنا عرض الأقوى لتركيب الطاقة الشمسية اللي هو من رافع جهد وبطاريات. نحن اليوم عم نشارك بصرى الشام، مهرجان بصرى الشام، الأجواء كتير حلوة والله، والعالم كتير مبسوطة. يعني بالنسبة للمهرجان كله مشان تخفيضات، مشان خفف على المواطن، يعني عشان تنبيعها بسعر التكلفة. طبعا فعالية كانت ناجحة بفضل ثمرة جهود مشتركة. طبعا الحركة كانت كبيرة جدا، كانت هناك وفود من مدينة درعا ومن مدينة الصنمين ومن مدينة الحراك، بالإضافة إلى أهل المدينة. هي حركة لتعزيز النشاط الاقتصادي والنشاط التجاري في المدينة.